نفس الحاجه تتحكمي في شهيتك في شهيتك او ما تاكليش كميه كبيره. يبقى ميه ممكن تحطي تشربي ميه كتير وتحطي عليها ليمون. اوكي. الحاجه الثانيه تشرب السوائل زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هي اليانسون والكركديه والنعناع والتمرندي والحمص الشام بتحط عليه كمون والكلام ده كله. والشاي والشاي الاخضر والقهوه كل ده تشربيه بدون سكر وبدون اي لبن. لما تحسي انك جعانه ممكن يقللك احساس الجوع شويه. تشربي كوبايه ميه قبل كل وجبه عشان تقللي كميه الاكل اللي هتاكليه. صح. تحدي شويه من كميه الاكل. ناخد جزء من مساحه المعده. كوبايه ميه مع كل وجبه. وممكن تحطي على الميه نص ليمونه عشان كمضادات للاكسده وعشان فيتامين سي تزود معدل التمثيل الغذائي وتحسن عمليه التمثيل الغذائي شويه. جميل يا دكتور. الحاجه الثالثه بنزود محتوى الالياف في الاكل. بعض الناس هتقول لك انا ما باكلش سلطه او ما باكلش خضار، فبنقول لهم ممكن يحطوا رده، يجيبوا رده من الفرن او اقراص رده من الصيدليات بتتباع طبيعيه، ممكن ياخدوها مع الاكل، فانت كده زودتي كميه الالياف. نزود كميه البروتين شويه في الاكل ونزود الخضروات والسلطه احنا قلناها، يبقى كده قللت كده يعني زودت الالياف وزودت كمية الماء اللي في الجسم. قللت احتياجي للطاقة او ان انا احتاج دهون. قللت احساسك بالجوع وحنينك للاكل كل شوية لانك مش هتبقي جعانة كل شوية. والتزم ان انا اخد وجبة الفطار وثلاث وجبات منتظمة يومين. لو حسيت ان انا عايز اكل حاجة بين الوجبات او عندي احساس جوع جالي بين الوجبات يفضل ان انا اخد ثمرة فاكهة او خضار او زبادي او اي حاجة خفيفة ما فيهاش سعرات حرارية كتير.